صباح الفل عليكم أصدقائي الأعزاء. لو أنت موظف جديد أو أنت صاحب عمل، الكلمتين اللي هقولهم لك النهاردة اللي هيفيدوك أوي. هنتكلم النهاردة على أنواع الموظفين. لو أنت داخل مكان جديد أو لو أنت صاحب عمل وعايز تفرز الموظفين بتوعك وتشوف مين اللي هيكسبك ومين اللي هيخسرك ومين اللي هيطلعك فوق ومين اللي هينزلك لتحت. مبدئيا كده تعال نقيم الموظفين او نفرز الموظفين من على حسب المهارات والنشاط بتاعهم، ونقول ايه الفرق بين ده وبين دوت، ومين اللي ينفعني ومين اللي يضرني. لو قلنا في البداية ان في موظف عنده مهارة وعنده خبرة وعنده نشاط، يعني عنده مهارة وعنده خبرة وعنده نشاط، ده باشا تمسك فيه بإيديك وسنانك، سواء انت صاحب شغل او سواء انت موظف جديد داخل مكان. لما تلاقي النوع ده من الموظفين تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر وتمسك فيه ما تسيبوش. يعني من الاخر، لو عايز ايه الذي تعمله له في سبيل ان انت تتعلم منه، في سبيل ان انت تعرف منه هو وصل للمرحلة دي ازاي. عشان خلي بالك، قليل اول اللي بيوصل للمرحلة دي ان يكون عنده خبرة ومهارات ونشاط، يعني نشيط. الراجل ده باشا بقى عنده خبره في شغله، يبقى عنده مهاره ان هو بينفذ خبرته ديت بطريقه صحيحه بتفيد الشركه وبتكسبها وبتطلعها لفوق. في نفس الوقت عنده نشاط، ان الراجل بيشتغل، الراجل بيحرق، الراجل ما مش قاعد باشا وعامل نفسه برنس عشان عندي خبره وعندي مهاره يبقى انا اقعد على مكتب وتوظف الدنيا كلها تضرب وتولع ما عنديش مشكله. الصنف ده يا جماعه، سواء انت صاحب شغل سواء انت موظف جديد، الصنف ده ما تسيبوش، تخليك ملازمه زي عينيك. لو صاحب شغل ما تفرطش في حد زي ده نصيحه، لان ده عشان تفرط فيه مش هتلاقي زيه كتير، قليل قوي على ما تقابل زيه، يعني يمكن كل 100 واحد لما هتلاقي فيهم 3 4 بالوضع ده. نخش على النوع اللي بعده. النوع التاني ده بيكون نوع عنده خبره وعنده مهاره بس مفيش نشاط. ازاي عنده خبره وعنده مهاره؟ هو راجل شايف نفسه، يعني ايه يعني انا راجل عندي خبره وعندي مهاره فانا ما اشتغلش بايدي، يعني ما اتحركش، يعني عايز تحتيه فريق يشتغل. طيب تعالى نبص لها من ناحيه لو انت موظف جديد ولقيت حد عنده الحته ديت ولقيت هو ده اللي موجود، خلاص مفيش مشكله، انا هستفاد منه في خبرته في مهارته، هبقى ملازمه، هتعلم منه، هبقى انا الايد التنفيذيه بتاعته، يعني انا اللي هشتغل بتوجيهاته. فهمتني يعني ازاي؟ يعني انا الراجل ده معاه خبره ومعاه مهارات بس ما عندوش التنفيذ، ما عندوش النشاط اللي هو بيقوم يتحرك ويعمل ويخلي. انا بقى هبقى انا الحته دي، انا هعوضه في الحته دي في سبيل ايه؟ انا هشيل عنه حته التنفيذ، هو هيكون فرحان، بس من الناحيه الثانيه هتعلم منه كتير. ودي الحته اللي برضو يعني حلوه قوي قوي ليك كموظف جديد. لو لقيت الشخص ده يعني حاول ان انت تقرب منه قوي، لان ده هيبقى سهل قوي ان انت تتعلم منه، لان هو اوريدي اصلا هو مش عايز يشتغل بايده، فهو هيخليك دايما تعمل كل حاجه، فوانت بتعمل كل حاجه هيفهمك دي كذا ودي كذا ودي كذا، فانت هتفهم الشغل هتتعلم بسرعه. لو انت كصاحب عمل وعندك النوع ده من الموظفين، هو النوع ده برضو مش وحش، النوع ده الى حد ما هيبقى فايده ليك لانه عنده المهارات وعنده الخبره الكافيه. فبالنسبه لك حته الشغل التنفيذي ده، انا ممكن اللي انا زي ما قلت لك هجيب 2 شباب صغيرين كده على قدهم واحطهم تحت منه، وهو هيتعامل، يعني انت فاهم ازاي، هو هيشتغل بيهم بس هيبقى فيه مهاره وفي خبره. يبقى احنا كده معانا اول نوعين، تمام. تعالى بقى على النوع الثالث. النوع الثالث يا باشا ما عندوش خبره لكن عنده مهاره وعنده نشاط، عنده مهاره وعنده نشاط بس ما عندوش خبره. النوع ده برضه نوع ممتاز ونوع كويس. ليه؟ انا هقدر اعوض الخبره اللي عند اللي هو ناقصها بحد تاني او باسلوب، انا هقدر اديله الخبره بس هو يكفي ان هو عنده مهاره وعنده تنفيذ، فده موظف كويس، موظف ليه مستقبل كويس. طالما عنده مهاره وعنده نشاط يبقى هيبقى ليه مستقبل كويس بعدين، هو هيحب ان هو يتعلم ويحب ان هو يكتسب خبره. النوع دوت لو انت موظف جديد، لا ده يعني ابعد عنه شويه، او يعني ما تحاولش ان انت تتعلم منه لان هو اصلا ما عندوش معلومات كافيه. بس انت كصاحب عمل لو قابلت النوع ده برضو من الموظفين، النوع ده مميز جدا بالنسبه لك، فده برضو نوع كويس. طيب ده بالنسبه لنا الانواع اللي مقبوله
والانواع الممتازه والانواع الكويسه جدا اللي هتفيدني كصاحب عمل او كموظف جديد اللي انا اتعلم منهم. تعالى بقى على الانواع التانية. في بقى نوع يا باشا هتلاقي عنده خبره لكن ما عندوش مهاره ولا عنده نشاط، خبره لكن ما عندوش مهاره، ده هيبقى باشا قاعد مع احترامي للناس دي تور الله برسيمه زي ما بيقولوا، يعني قاعد هو بس عنده شويه معلومات مكتسبها من السنين الخبرات اللي هو خدها، لكن لا في نشاط ولا في حركه ولا في مهارات في التنفيذ. يعني يا فرحتي لما انا اكون عارف حافظ قانون العقوبات او جميع القوانين، لكن ما بعرفش اقف قدام المحكمه اقول كلمتين على بعض قدام القاضي، يبقى ايه لازمته اللي انت حفظته؟ يعني لما تبقى انت دكتور واخد دكتوراه من جامعه مش عارفه ايه والكلام من دوت ومعاك اعلى شهادات، لكن ما تعرفش تعالج مريض، تبقى ايه فايده الخبره اللي انت خدتها طالما انت ما عندكش المهاره لتنفيذ الخبره دي؟ ما هو معلش يا جماعه برضو انت يعني ما مفرحش باللي انا اروح اخد شهاده مش عارفه ايه واتعلم فين واعمل واخلي واسوي وفي الاخر ما اقدرش اصلا افيد نفسي بالحاجه دي، يبقى هفيد غيري ازاي؟ يبقى ده حد من الناس اللي انا بصراحه شايف ان هو لا هو ليه تاثير في المكان اللي هيبقى فيه، يعني بالعكس هيخسر المكان لان هو مش هيقدر يفيد المكان او ينمي المكان او مش هيستفاد بخبراته. يبقى انا واحد خبره واخد واحد واخد خبره على ورق وفي نفس الوقت اكيد بياخد مرتب قوي، لان هو لما واحد يبقى معاه خبره كبيره مرتبه هيبقى عالي، فانا مش هستفاد منه بحاجه. فانا شايف ان الشخص ده يعني من ناحيتي ملوش لازمه، لكن لو انت موظف جديد ممكن تستفاد من الشخص ده، بس اللي هو مجرد هيبقى يعني ايه تلقين دروس، فاهمني؟ يعني اللي هو مجرد بس هو هيقول لك ده 1+1=2 بس، خلاص هو كده بالنسبه له ما يعرفش حاجه تانية غير كده، فاهمين ازاي؟ طيب هتلاقي موظف تاني